بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن القرآن. بسم الله، پیغمبرنا صلاة وسلامنا ورثن بو ثقامل بو مثال عمدنا معرضة قرلات قرآن معرضة. القرآن أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قرآن الله تعالى پیغمبرنا محمد صلى الله عليه وسلم إنردي أمرنا بأن نعمل بهذا القرآن. بذا الله تعالى إمرت قرآن قرآن من العمل مكله. نقرأ القرآن قراءة يومية. هير جن 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 هير جن نعم ديا قرآن أقياس. أهم سورة عندنا هي سورة الفاتحة. بذكين إن إثاث سورة هير جن كي هير وقت تقنا ما ذا سورة مذنما فاتحة سورة. نصحح قراءة السورة، نقرأ قراءة صحيحة تكون الصلاة صحيحة، لأنه لو يقرأ الفاتحة ويخطئ فيها قد تكون الصلاة باطلة. قرآن أقومك لومذي نامديات دذت ملي قرآني دغرة قمري كيا وات شيء ليا لنصلر ورد بليا نام عظمذي باطل ورنشو تسرق بليا شو قرآن أقومك لوم دغرة أورن ملي يخطئ كثير من الناس عندما يقرأ مثلا الذين يقرأها الذين كاور آدم نر نام عظم نامديا نام عظم سذرن يلنش يالر مثال چون الذين دين يرن نما الذين ديب زخربني يلمشترب أقيانا هذا خطأ عظيم شو قتي أولي يلمش ماذا يصنع يخرج اللسان يقول الذين الذين نعم دغر قرنش تقوم لي الذين دين قد نما يعني دلينا تقرب دغر قرنش تو مخرج لرن بالمري يصحح قراءة الفاتحة أهم ما يكون إن إذا أعطي شل قرآن دور بالمي أنا مرثم فاتحة سورة دور أقم أقلغي حكما نورا ينظر في تفسير هذه السورة ويستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل بها نامديا شل سورة فاتحة سورة ترجمتنا ثيرديا أقيا وعلا دان دليا شل قرآني شل قرآن شل سورة عمل مكلغني علا دان يعدم دلاب عمل مكلغة تلشيا في كل يوم نقرأ، في كل يوم نتعلم، في كل يوم ننظر تفسير الآيات. ذهيرون أما هيرون أقياس قرآن هيرون ثريديات هو نامت تك والملي أقيان ذات لما تدشن مكلوتين نامه تفسير نثرت ملي ترجمة نثرت ملي. لا نهجر القرآن. بوقت برضو قرآن آدم لر تسلت لر هيش كم أقان. هجر القرآن يكون هجر للقراءة وهجر للتدبر والنظر في المعاني وهجر للعمل وهجر للتداوي. آدم لر قرآن تسلت لر نعم قرنش لر ده أقمك قرنش ده تسلت لر قرآني دشلمك قرنش ده تسلت لر قرآن حتى نعم درمان دير درمان قرنش ده أول نقطة تسلت لر آدم لر. نعم هذا ما يتعلق ب الفاتحة وكذلك أيضا قصار السور السور القصار يعني من الزلزلة من سورة الزلزلة إلى الناس يهتم بهذه السور إثاث إنثفر مرثنا ما فاتحة سورة هيرون هير نماذ مذا أقيت شو سوران ترجمة بالملي أقول شن دول أورن ملي وكتش سرولر كتش سرولر زلزلة سورة المسلب كتش إنسان قينا ناس سورة نشين شو سرولرهم معنيلرني düşünmek için o kat nimet meli öğrenmeli vallahi alem Allah Teala has biliyordu.